انا دلوقتي طالعه من القريه، هركب العربيه الخصوصي بتاعتي الميكروباص ابو 2 جنيه ونص، هروح السوق القديم وهنعمل جوله فيه، وممكن اشتري حاجات وممكن لا مش عارفه. ف يلا بينا، بصوا ده الخيال بتاعي، شايفيني سكال عشان الشمس قاتله. يلا انا دلوقتي واقفه اهو مستنيه العربيه الخصوصي بتاعتي، جايه من بعيد، هي لونها ازرق شايفينها. اهو ده السوق القديم اللي في شرم الشيخ ده، من بره اهو لسه نازله حالا. تمام، هنخش بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بصوا بقى الجامع ده انا بحبه قوي، صورت فيه كتير، بس طبعا هم لازم يفتشونا واحنا داخلين، بس طبعا عشان انا انسانه مهمه فمش مش بيفتشوني. الجامع اهو الأرض، يعني مش زحلقة، هي زحلقة واحدة بس كده. ده السوق القديم، زحلق لكم وأوريكم كل ده السوق القديم. يعني انت تقعدي تلف بقى كتير قوي، وعلى فكرة الأسعار هنا حلوة، يعني الأسعار في السوق القديم أرخص من خليج نعمة. اشتريت نظارة حلوة قوي كنت نفسي فيها، اشتريتها هبقى اوريها لكم، بلبسها كتير بس انا مش لابسها النهارده، النهارده لابسه كاب عشان حسيت ان ايه النظارة هبقى اقعد البسها كل يوم الناس هيحفظوني بيها، فمش هينفع الكلام ده، لازم برضو ايه انوع لهم في الدنيا. طبعا برضو بتبقى شكلها بالليل حلو قوي، شايفين بقى المنطقه دي بالظبط عند الراجل ده، كل يوم راجل بتاع تنوره كده بيجي يرقص بالليل، ولو وقف فوق راسك بقى ودور التنوره معنى كده ان هو عايز ايه ان انت تراضيه، فانت هتراضيه هيقف فوق ايه فوق التنوره بتاعته، هتقف فوق راسك هترضيه، مش عايزاه اجري منه، بس بيبقى موسيقى حلوه قوي اصلا. ربنا يحنن عليهم بقى ويحنن علينا احنا كمان. اهو ده كده الصور القديم كل ده. يلا بقى اكمل الجوله بتاعتي، ولو في حاجه مهمه ايه هوريها لكم. بالليل السوق ده بيبقى زحمه جدا، هو دلوقتي اغلبيه الاجانب بيبقوا في البحر واغلبيه المصريين بيبقوا في البحر او البسين برضو. الحاجات الكريم دي انا بحبها قوي، كتير قوي دي بقى لو عينت في القاهرة بتجيبيها من الخيامية. فالنضارات ده كنت عايز اسأل عنده بس مش موجود اصلا، سايب المحل كده هيلا بيلا. ده الجامع وهو قريب خالص اهو، بس الناس بتصور مش عايزة اصورها مصور خصوصية. بصوا انا كده يعتبر يعني لفيت في اغلبية السوق القديم، انت بقى ايه هتنزلي، انا كده عرفتك شكله عامل ازاي عشان لو عجبك تنزليه. انا بقى انهي الفيديو عشان ممكن الكاميرا تفصل في اي وقت، فتابعوني الفيديو الجاي، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب لو انت ما اشتركتيش، اهلا بيكي، يلا بينا.